بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، بهذا المقطع راح ندرس مع بعض بإذنه تعالى المثلث متساوي الساقين والمثلث متساوي الأضلاع. إذا إكس كنار أوتجان هو المثلث متساوي الساقين، وإيش كنار أوتجان هو المثلث متساوي الأضلاع. راح أبدأ بالمثلث إكس كنار أوتجان المتساوي الساقين. شباب، المثلث متساوي الساقين هو مثلث له ضلعين متساويين بهذا الشكل. أنا عندي هذا المثلث، فلاحظ في عندي هذا الضلع يساوي طول هذا الضلع. شو بيكون في له مزايا هذا المثلث؟ من أهم خصائص هذا المثلث ومزاياه، طبعا لو سميناه A B J، أهم خصائصه أنه زوايا القاعدة له متساوية. لو سمينا الزاوية هون ألفا، هاي الزاوية راح تكون ألفا. شباب، الزاويتين هدول بالأسفل ب وج زوايا القاعدة. إذا الزاوية A شو بنسميها؟ هاي الزاوية A بنسميها زاوية الرأس. إذا زاوية الرأس، بينما ب وج هي زوايا القاعدة. الساقين A و B و A و J بنسميهم الساقين. إذا هذا ساق أيمن وهذا هون الساق الأيسر. إذا الساقين لازم الساقين يكونوا متساويين. إذا هي أهم خصائصه. وأيضا البيجي بنسميه القاعدة. إذا له قاعدة ورأس وزاويتين في القاعدة وساقين وزاوية رأس. طيب، من الخصائص الأساسية لهذا المثلث أنه أنا لو أنزلت عمود من زاوية الرأس، إذن شرط أنه من زاوية الرأس، لو أنا أنزلت عمود هذا الخط راح يكون له ثلاث صفات مع بعض. إذن راح يكون عندي عمود ومنصف ومتوسط. كيف يعني هذا الكلام؟ يعني هو عمود طبعا نزل بزاوية قائمة، منصف أسملي زاوية الرأس إلى زاويتين متساويتين، ومتوسط بيقسم الضلع اللي نزل عليه بالوسط. إذن هالصفات الثلاثة، الصفة الأولى والثانية والثالثة، لا يمكن أن تجتمع إلا في مثلث بده يكون متساوي الساقين. إذا ما كان متساوي الساقين مستحيل تجتمع هذه الصفات الثلاثة. ممكن تجتمع صفة، يعني تكون عنده صفة واحدة فقط، انه انا انزل خط ضمن مثلث ممكن يكون عمود، لكن مجرد ما ان اجتمعت فيه صفتين فالصفة الثالثة لازم تكون موجودة. اذا ولا يمكن ان تجتمع الا في مثلث متساوي الساقين. طيب، بنحكي بطريقة معاكسة. لو انا كان عندي مثلث، انا ما بعرف فرضا شو نوع هذا المثلث، هذا مثلث أنا ما بعرف نوعه. لو بهذا المثلث أخذت خط كان عمود وأيضا كان منصف اجتمعت فيه صفتين، فأكيد الصفة الثالثة لازم تكون موجودة، يعني لازم يكون هذا الخط قد هذا الخط، والمثلث يجب أن يكون متساوي الساقين. إذا استنتجت أن المثلث متساوي الساقين من اجتماع صفتين بهذا الخط. بهذا المثال شباب، بلاحظ عندي المثلث الكبير ABJ هو مثلث قائم، عم بيعطيني انه المسافة من A الى B طولة 18. اذا المسافة هذا الطول من A ل B الطول 18. عم بيطلب مني تشيفري محيط ADJ بهذا الشكل. طيب شباب، اول ما بيلفت انتباهي في المثلث JDB، في هذا المثلث لفت انتباهي انه هذا الخط، الخط DE، يحمل صفتين. الصفة الاولى انه هو منصف، لاحظوا قسم هاي الزاوية، الزاوية D هون قسمها الى زاويتين متساويتين، وايضا هو متوسط. اذا هذا الخط منصف وايضا متوسط. طب بما انه منصف ومتوسط اذا يحمل صفتين، معنى ذلك أن الصفة الثالثة اللي حكينا عنها لازم تكون موجودة. إذن يجب أن يكون عمود، إذن لازم يكون هو عمود. صارت الصفات الثلاثة اجتمعت فيه،
وأيضا لازم يكون المثلث متساوي الساقين. إذن هذا المثلث اللي هو متواجد فيه يجب أن يكون متساوي الساقين، يعني هذا الطول مثل هذا الطول، وأيضا زاوية القاعدة هون مثل زاوية القاعدة هون. طيب شباب، خليني أسمي هذا الضلع هون X وهذا الضلع Y. بلاحظ بما أنه متساوي الساقين فهذا الطول DJ مثل طول DB، إذن هون لازم يكون هذا طوله X. هلا هو شو عم بيطلب مني؟ بده محيط المثلث ADJ. محيط المثلث هو مجموع الأضلاع، إذن Y و X و 6. إذن الشيفري هي عبارة عن X و Y و 6. لكن أنا عندي، انتبهوا شباب، X و Y عندي طولهم 18، إذن هدول لوحدهم 18، معناها صار الجواب هو 18 زائد 6 يعني 24. إذن طلع محيط هذا المثلث لازم يكون 24. شباب، في عندي قاعدة هي معتبرة في كتاب متروبول عم بيعتبروها قاعدة، لكن في كتاب بوزا ما بيعتبروها قاعدة وإنما يطلب برهانة أثناء حل التمرين. لو أنا عندي مثلث متساوي الساقين بالشكل التالي، أنا عم بقول هون عندي مثلث فيه هذا الطول قد هذا الطول، إذن هو مثلث متساوي الساقين. خلينا نقول زوايا القاعدة له ألفا وهون ألفا. شو بتقول هاي القاعدة؟ بتقول لو أنا عندي من نقطة على القاعدة، لو أنا رفعت عمود بهذا الشكل وخليته يرتفع إلى الأعلى، إذن هذا هون الخط عمود، تمام؟ خليته يرتفع إلى الأعلى ومديت أحد الساقين بحيث التقى معه بالأعلى، وأيضا لو أخذت الارتفاع الأساسي بالمثلث ورسمته بهذا الشكل، إذن هذا هو ارتفاع المثلث H. طيب شباب، لو أنا أخذت بهذا الشكل، لو أنا أخذت خط أفقي، رسمت خط أفقي بهذا الشكل، رح يكون هذا الخط يوازي قاعة المثلث، لأنه أنا عم باخده أفقي تماما موازي للخط. خليني أسمي هون زوايا المثلث، إذن عندي A B J. أنا رسمت من هون عمود على الخط، مثلا هون K و L وهي النقطة M، إذن أنا رسمت عمود على K L، سموا لهي النقطة H. طيب شباب، بنتبه شو صار عندي؟ صار عندي هون A H يوازي B J، إذن صار عندي قاعدة حرف Z، شايفين الـ Z بهذا الشكل؟ إذن راح تكون عندي هون الزاوية ألفا. طب أيضا شباب، هذا الخط اللي أنا رسمته AH موازي لBJ وفي عندي قاطع مائل، إذا الزاوية ألفا هون هي نفس الزاوية ألفا، راح تكون بالتناظر. طيب شو صار عندي ضمن هذا المثلث AK؟ معلش ما رح نكتب كتير تسميات. هذا المثلث هذا صار الخط هذا المرسوم بالأخضر AH هو عمود ومنصف، إذن لازم يكون متوسط، يعني لازم هذا الطول يكون قد هذا الطول. طيب شباب، لو أنا رمزت لهذا الطول هون مثلا، عندي خليني أرمز له بالرمز Y وهذا الرمز Y، وبالأسفل هون عندي X، شو رح يصير عندي؟ رح يصير عندي هذا الطول صار 2Y، بينما الطول اللي بالأسفل أنا رمز له بالرمز X. لاحظوا أصبح عندي الشكل هون A H L M صار مستطيل، ففي الضلع هذا A M يساوي الضلع H L، فإذا H هذا الطول H شو بيساوي؟ Y زائد X، إذا يعني X زائد Y. إذا شباب، هاي القاعدة كيف رح نتعامل معها؟ بيجيني لأنه في عليها تمارين موجودة بالكتاب. إذا كان عندي مثلث متساوي الساقين ومدينا أحد الساقين إلى الأعلى وأخذنا عمود من نقطة على القاعدة إلى الأعلى مع امتداد الساق الأولى، المثلث اللي راح ينشأ عندي في الأعلى راح يكون متساوي الساقين.
يكفي فقط أن أمد من رأس المثلث خط موازي بتشكل عندي مستطيل، فطول X مع نص الساق تبع المثلث هذا اللي بالأعلى راح يعطيني ارتفاع المثلث. إذن Y زائد X راح يعطيني ارتفاع المثلث اللي هو H. بلاحظ هذا التمرين عندي هو تطبيق مباشر على القاعدة، عم بيقول لي JF بيساوي FB، إذن مثلثي JF يساوي FB هو مثلث متساوي الساقين، ولاحظوا مد الضلع نحو الأعلى وأخذ من القاعدة عمود، عم بيطلب مني الـ X. فمباشرة شباب لو أنا أخذت من هون عمود رح يتشكل عندي إلنا مستطيل، هذا الطول رح يكون لازم يكون 3، مثل ما اتفقنا إنه AFK لازم يكون مثلث متساوي الساقين، فإذا العمود رح ينزل بالوسط رح يكون بالأعلى في 3، وبالتالي أصبح طول X 6. من أهم خصائص للمثلث متساوي الساقين هي إني لو عندي مثلث متساوي الساقين بهذا الشكل، لاحظوا زوايا القاعدة له ألفا، وهون زاوية القاعدة أيضا ألفا، مثلثي هو A B J. شو بتقول الخاصية؟ إنه من نقطة موجودة على القاعدة، إذا النقطة موجودة على القاعدة لو رسمت موازي للساق الأول، لاحظوا هذا الموازي للساق الأول، شو راح أحصل؟ بسبب التوازي شباب راح تكون عندي هالزاوية قياسة ألفا بالتناظر، لاحظوا خطين متوازيين وفي عندي زاوية ألفا. لو رمزت لطول هذا الخط بالرمز X أكيد المثلث هذا الصغير صار أيضا متساوي الساقين، هون راح يكون عندي X. طب لو أخذت أيضا موازي للساق الثاني من نفس النقطة، رسمت موازي للساق الثاني، إذن هذا يوازي الساق. لو رمزت له بالرمز Y لنفس السبب أيضا بسبب التوازي راح تكون هون عندي الزاوية هي أيضا ألفا، فأصبح هذا المثلث إلى اليسار أيضا متساوي الساقين، وبالتالي هذا الطول راح يكون أيضا Y. أصبح عندي هذا الشكل، بهذا الشكل الساق هذا هو خليني أرمز له A، شو بيساوي؟ بيساوي X زائد Y. إذن طول الساق يساوي جمع الموازيين. إذن في المثلث متساوي الساقين من نقطة متواجدة على قاعدة المثلث، لو رسمنا موازي للساق الأول وموازي للساق الثاني، جمع الموازيين يساوي طول أحد الساقين. أيضا شباب من الخواص الهامة في المثلث متساوي الساقين إنه لو عندي مثلث بهذا الشكل متساوي الساقين، زوايا القاعدة له أكيد مثل بعض ألفا بألفا، زاوية الرأس في الأعلى. هلأ الخاصية شو بتقلي؟ من نقطة موجودة على القاعدة، لاحظوا أنا اخترت هاي النقطة، لو رسمت عمود على الساق الأول وأيضا لو أخذت عمود على الساق الثاني، هذا H1 وهذا راح أسميه H2. إذن من نقطة متواجدة على القاعدة رسمت عمود أول وعمود ثاني، جمع هدول العمودين إذن H1 زائد H2 لازم يساوي العمود اللي طالع من إحدى زوايا القاعدة. إذن شباب بنتبه، العمود اللي طالع من إحدى زوايا القاعدة وليس اللي نازل من الرأس، إذن راح يكون عندي هذا راح نسميه H، إذن راح يكون H بيساوي H1 زائد H2. إذن جمع العمودين المرسومين من نقطة على القاعدة، بنتبه شباب النقطة موجودة على القاعدة، رسمت عمود أول وعمود ثاني، جمع العمودين بيساوي العمود اللي طالع من إحدى زوايا القاعدة. بهذا المثال عندي عم بيقول لي ABJ هو مثلث متساوي الساقين، لأنه AB يساوي AJ، إذن AB يساوي AJ. عم يعطيني هون زاوية 150، النقطة D تقع على القاعدة، رسم عمود أول طوله 3 وعمود ثاني طوله 1، عم بيطلب مني طول الساق،
الطول A J. شباب في الرباعي A D طبعا هون في خطأ، لازم تكون هاي مثلا F. إذا A D F هذا الرباعي، إحنا بنعرف زوايا الرباعي لازم تكون 360. طب عندي 90 و90 180، فال 150 لازم تكون متكاملة مع الزاوية اللي فوق، إذا لازم هاي تكون 30 درجة. طيب بنتبه من النقطة F رسم موازي أول، عفوا عمود أول وعمود ثاني. نحن شو اتفقنا؟ إنه جمع العمودين يساوي طول العمود اللي طالع من إحدى زوايا القاعدة. إذا أنا لو أخذت هذا العمود المرسوم من إحدى زوايا القاعدة أنا متأكد تماما إنه طوله 4. طيب شو صار عندي شباب؟ المثلث A K J، هذا المثلث هو قائم فيه زاوية 30 والزاوية الثانية 60، مقابل الزاوية 30 لازم يكون نصف طول الوتر، فإذا هذا الوتر لازم يكون طوله 8. إحدى خصائص المثلث متساوي الساقين هي بالشكل التالي، إنه أنا لو عندي مثلث متساوي الساقين بهذا الشكل، المثلث متساوي الساقين هو شكل متناظر بكل شيء، يعني كل شيء على اليمين يساوي كل شيء على اليسار. يعني لو أنا أخذت عمود مثلا، لاحظوا هذا العمود من اليسار رسمته ورسمت عمود من اليمين بهذا الشكل. طبعا خليني أعطي المسميات، هذا A هذا B هذا J. العمود هذا طالع من وين؟ طالع من B، إذا رح أسميه HB، لازم يساوي العمود اللي طالع من J لأنه المثلث مثل ما اتفقنا متناظر، فالعمود اللي طالع من اليسار يساوي العمود اللي طالع من اليمين. أيضا شباب مو بس هيك، زاوية العمود مع القاعدة لو سميناها ألفا، إذا العمود هذا اللي طالع من J مع القاعدة لو سميناها ألفا، فحكما العمود اللي طالع من اليسار مع القاعدة له نفس الزاوية ألفا. هلأ زاوية العمود هذا مع الساق لو سميناها هون بيتا، فشي أكيد هذا العمود أيضا اللي طالع من اليسار العمود B HB مع الساق لازم تكون هون الزاوية أيضا بيتا. أيضا مو بس هيك كمان شباب، الطول من عند رأس المثلث لمكان نزول العمود، هذا الطول يجب أن يساوي طول من رأس المثلث إلى مكان نزول العمود. وأيضا شباب من القاعدة لمكان نزول العمود، هذا الطول يساوي من القاعدة إلى مكان نزول العمود هون. أيضا شباب من مكان تقاطع العمودين مع بعض، الجزء العلوي يساوي الجزء العلوي والجزء السفلي يساوي الجزء السفلي. شباب الشكل متناظر تماما باليمين واليسار نفسه تماما، راح يكون الأطوال نفسها وأماكن نزول الأعمدة نفسها. بقيت الخاصية الأخيرة عندي شباب، الخاصية الأخيرة من خواص المثلث متساوي الساقين هي بالشكل التالي، لو كان عندي مثلث متساوي الساقين بهذا الشكل، لاحظوا هذا الطول بقد هذا الطول. احنا قبل شوي اخذنا انه من نقطة متواجدة على القاعدة لو انا اخذت عمود اول وعمود ثاني، قلنا جمع العمودين يساوي العمود الاساسي المرسوم داخل المثلث. طب لكن شباب هلا لو انا عندي النقطة ما كانت على القاعدة وانما خارج المثلث، اذا خارج جسم المثلث، النقطة اللي راح ارسم منها الاعمدة هي خارج المثلث ولكن على امتداد القاعدة موجودة، هاي النقطة P بدي ارسم منها الاعمدة. طيب ما في مشكلة لو رسمنا الأعمدة، العمود الأول هو راح يكون من P مباشرة على هذا الساق، هذا العمود راح أعطيه اسم H1. هلأ أنا بحاجة لرسم العمود على الساق الثاني، لكن بنتبه أنه ما راح أقدر أرسمه، راح يكون خارج الساق، إذن أنا مضطر أمد الساق شوي لبرا بهذا الشكل. أنا صار هلا بإمكاني أرسم عمود على امتداد الساق، إذا هون نزل العمود الثاني بهذا الشكل، إذا هذا هو العمود الثاني. شو بتقلي الخاصية؟ بتقلي
طرح العمودين يساوي العمود الطالع من إحدى زوايا القاعدة. إذن أنا ضمن مثلثي هذا هو العمود الأساسي اللي هو H. فالقاعدة شو بتقلي؟ بتقلي H يساوي باخذ العمود الطويل اللي هو H1 اللي رايح للساق البعيد H1 ناقص H2. إذن شباب بنتبه، في المثلث متساوي الساقين، طبعا هون زاويته ألفا وزاويته ألفا. إذن في المثلث متساوي الساقين لما من نقطة داخل القاعدة إذا رسمت عمود أول وعمود ثاني كانوا جمع العمودين بيساوي طول العمود اللي طالع من إحدى زوايا القاعدة. لكن في المثلث متساوي الساقين لو من نقطة على امتداد القاعدة خارج المثلث لو رسمت عمود أول وعمود ثاني راح يكون طرح العمودين يساوي طول العمود اللي طالع من إحدى زوايا القاعدة. إذن شباب رح ننتقل للمثلث متساوي الأضلاع. المثلث متساوي الأضلاع مثل ما بنعرف جميع أضلاعه متساوية. خلينا نقول هذا الضلع طوله A وهذا الضلع أيضا طوله A، وهون رح يكون طوله A، وأيضا جميع زواياه 60 درجة بهذا الشكل. طيب شباب لو أنا رسمت داخل هذا المثلث لو رسمت عمود، أنا متأكد أنه هذا العمود لازم ينزل في منتصف المسافة لأنه بالأساس مثلثين نحن عم نقول هو متساوي الأضلاع، يعني نوع من المثلث متساوي الساقين، وبالتالي راح يكون هون A على 2 وهون أيضا راح يكون A على 2. طيب بقيت عندي هون الزاوية راح تكون 30 درجة وهون عندي الزاوية 30 درجة، أكيد راح يكون منصف. إذا منصف وعمود ومتوسط، نحن بنعرف في المثلث اللي زواياه 30 60 90 لاحظوا مقابل الزاوية 30 نصف طول الوتر، فبيكون عندي هذا هون شو صار هذا الضلع هو A بجذر 3 على 2. إذا صار بإمكاني أكتب أنه H يساوي A بجذر 3 على 2. إذا هذا يعتبر قانون في المثلث متساوي الأضلاع، مجرد ما كان عندي ضلع بالمثلث فورا بضربه بجذر 3 على 2 بيطلع عندي ارتفاع هذا المثلث. طيب خلينا نحكي عن المساحة. هذا الضلع طوله A، نحن بنعرف مساحة المثلث هي القاعدة ضرب الارتفاع على 2. طيب قاعدتي هي A، إذن A راح أضربه بالارتفاع اللي هو A بجذر 3 على 2 ومقسوم على 2 راح يعطيني الألان اللي هي المساحة. طيب شو صار عندي؟ A ضرب A، إذن صار A مربع بجذر 3 ال 2 راح تنضرب بال 2 راح يكون على 4. إذن مساحة هذا المثلث هي راح تكون A مربع بجذر 3 على 4. أيضا شباب هذا قانون للحفظ. إذن بالمثلث متساوي الأضلاع، في المثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه A بيكون ارتفاعه A بجذر 3 على 2 ومساحته A مربع بجذر 3 على 4. بلاحظ شباب بهذا المثال عم بيقول لي في عندي A B J إيش كان إيش كان. إذن هذا A B J مثلث متساوي الأضلاع عم بيطلب مني طول X. شباب المثلث A B D نعرف فيه انه هاي الزاوية قياسها 60 لانه مثلثي الاساسي زوايا كلها 60ات، وهون في عندي زاوية قائمة اذا تبقت هاي الزاوية 30 درجة. طب لو رمزنا لطول الضلع BD رمزنا له بالرمز A فمقابل الزاوية 30 لازم يكون نصف طول الوتر، اذا هون راح يكون عندي 2A، فاصبح هذا الطول لانه المثلث متساوي الاضلاع يساوي هذا الطول. إذن صار عندي 2A زائد 4 يساوي A زائد 11. لو نقلنا الA لهالجهة وجبنا الأربعة لهالجهة إذن راح يكون عندي A يساوي 11 راح 4 يعني 7، فأصبح هذا الطول 7. هلأ 7 و11 صار الطول هون 18، إذن وأيضا هون 18 وراح يكون الـ X أيضا 18. شباب إحدى أهم خصائص المثلث متساوي الأضلاع هي بالشكل التالي. لو أنا عندي مثلث متساوي الأضلاع اللي هو A B J ومن نقطة موجودة داخل المثلث، إذا لاحظوا هاي النقطة
موجودة في المنطقة داخل المثلث. لو رسمت موازي للضلع الأول وموازي للضلع الثاني وموازي للضلع الثالث، إذا أنا عم برسم الموازيات بالشكل التالي، هذا أول موازي، هذا وازى الضلع الأول وازى AB، هذا هون عندي الموازي الثاني وازالي القاعدة اللي هي BJ، وهذا هو الموازي الثالث. شباب أنا راح أعتبر إنه المثلث اللي عندي طول كل ضلع من أضلاعه هو A. هالموازيات اللي أنا رسمتهم هدول، هذا X وهذا Y وهذا Z، شو بتقول القاعدة؟ جمع الموازيات الثلاثة بيساوي طول ضلع المثلث. إذن A يساوي X زائد Y زائد Z. إذن القاعدة جدا بسيطة، من نقطة موجودة داخل المثلث متساوي الأضلاع. إذا أخذت موازي أول وموازي ثاني وموازي ثالث، جمع الموازيات الثلاثة بيعطيني طول ضلع المثلث. بهذا المثال في عندي ABJ إيش كنار إيش كان؟ عم بيقول لي AB طوله 10، إذن طول ضلع المثلث هاد 10. عم بيطلب مني X. شباب نحن بنعرف إنه طول الضلع يساوي جمع الموازيات الثلاثة المرسومة من نقطة. لاحظوا هاي النقطة رسم منا موازي أول وموازي ثاني وهذا موازي ثالث، لازم 2 و4 وهذا الموازي يكون يعطيني 10. إذا 2 و4 أعطاني 6، معناها أكيد هذا طوله 4. طيب بسبب التوازي، لاحظوا هذا الضلع يوازي هذا الضلع، خليني أسميه P. إذا PA يوازي FJ، إذا راح تكون هاي الزاوية هون عندي بالتناظر لازم تكون 60 درجة، فهي الزاوية المتبقية هون 30. شباب نحن بنعرف إنه مقابل الزاوية 30 لازم يكون نصف طول الوتر، إذا هذا طوله 2، وبالتالي هذا راح يكون 2 بجذر الثلاثة. من الخواص الأساسية للمثلث متساوي الأضلاع هي إنه أنا من نقطة موجودة داخل المثلث لو رسمت أعمدة، إذا لاحظوا هذا مثلثي ABJ مثلث متساوي الأضلاع. لو أخذت من نقطة داخل هذا المثلث، أخذت رسمت من هذه النقطة أعمدة، لاحظوا عمود على هذا الضلع وعمود على هذا الضلع وعمود على الضلع الثالث، إذا خليني أسميهم هدول H1 هذا H2 هذا H3. شو بتقول القاعدة؟ بتقول الأعمدة المرسومة من نقطة واحدة هدول على الأضلاع الثلاثة مجموع يساوي طول أي عمود مرسوم من إحدى زوايا المثلث. مثلا لو أخذت هذا العمود، نحن بنعرف المثلث متساوي الأضلاع أعمدته كلياتها بقد بعض، إذا راح يكون HA هو نفسه HB وهو نفسه HJ. أي واحد من هدول شو بيساوي؟ بيساوي جمع الأعمدة الثلاثة هدول المرسومين من نقطة داخل المثلث، إذا بيساوي H1 زائد H2 زائد H3، إذا بهذا الشكل. خاصية جدا سهلة. في المثلث ABJ عم بيقول لي هون هو إيش كنار؟ عم بيقول لي HA طوله 8، إذا العمود المرسوم من A بيطلع طوله 8. نحن اتفقنا شباب من نقطة موجودة داخل المثلث، هاي النقطة P، أخذ عمود أول وعمود ثاني وعمود ثالث، لازم مجموع يساوي HA، إذا لازم يطلعوا 8. طيب 2 و 3 5، شو لازمني حتى يصيروا 8؟ أكيد لازمني 3، إذا هذا العمود طوله 3. شباب بسبب إنه هذا الضلع يوازي القاعدة، هون زاويتي 60، فأكيد هون أيضا الزاوية راح تكون 60. طيب معناها هون الزاوية عندي راح تكون 30 لأنه في عندي تعامد. هلا شباب إذا مقابل الستين طوله 3، معناها مقابل 30 لازم أقسم على جذر 3، معناتها شو لازم يطلع معي؟ لازم يطلع جذر 3. هلا مقابل 30 طوله جذر 3، فالوتر هذا الإكس بيساوي 2 جذر 3، إذا ضعفه. في عندي خاصية
هي تكمل الخاصية السابقة بالمثلث متساوي الأضلاع بهذا الشكل. لو عندي مثلث متساوي الأضلاع، طبعا أنا مديت شوي أضلاعه إلى الخارج، إذا هذا مثلثي A B J. شو بتقول هاي الخاصية؟ بتقول لو من نقطة خارج المثلث، إذا النقطة خارج المثلث بهذا الشكل، لو رسمت أعمدة على أضلاعه، لاحظوا رسمت عمود على هذا الضلع BJ، وأيضا لو أخذت عمود على امتداد الضلع AJ، وأيضا لو أخذت عمود على امتداد الضلع AB، معلش لو سمينا الأعمدة، هذا H1، هذا H2، هذا H3، وأيضا عموده الأساسي ما بيأثر، بتحبوا ارسموه من أي ضلع ما في مشكلة. إذا هذا العمود الأساسي رسمنا هون HB، راح يكون HA هو نفسه HB هو نفسه HJ ويساوي بهالحالة شباب، لما النقطة B هي صارت خارج المثلث اللي عم برسم منه أعمدة على الأضلاع، راح أخذ جمع العمودين اللي على الأطراف، يعني H1 زائد H2، وأطرح منهم العمود اللي بالمنتصف، إذا ناقص H3. إذا شباب نرجع منكرر، لما كانت النقطة داخل المثلث رسمت عمود أول وعمود ثاني وعمود ثالث، الأعمدة الثلاثة يساوي العمود الداخلي للمثلث الأساسي. بينما لما النقطة صارت خارج المثلث، راح أخذ العمودين على الأطراف جمع ناقص العمود بالمنتصف، بيطلع معي العمود الأساسي للمثلث. بهذا المثال شباب، في عندي عم بيقول لي ABJ إيش كنار أجكان، إذا هو مثلث متساوي الأضلاع، عم بيقول لي طالع لي A زائد B زائد J. بلاحظ الA والB والJ هدول هن موازيات ثلاثة، يعني عمليا عم بيطلب مني طول الضلع، هذا خلينا نسميه X، لأنه قلنا جمع الموازيات الثلاثة بيعطيني طول الضلع. طيب شباب بنتبه، هو شو عاطيني من نقطة موجودة خارج المثلث راسم عمود أول وعمود ثاني وعمود ثالث؟ احنا اتفقنا انه جمع العمودين على الأطراف ناقص العمود بالوسط بيعطيني العمود الأساسي لهذا المثلث. طيب 4 و 5 9، راح منا 3 6، إذا عموده الأساسي هذا اللي مرسوم بداخله طوله 6، إذا هذا هون طوله 6. طيب زاوية المثلث بالأصل عندي 60 وهون عندي 30، مقابل الزاوية 60 طوله 6، فإذا مقابل 30 راح أقسم على جذر 3، إذا 2 بجذر 3، معناها طول الضلع راح يكون ضعفه لأنه مقابل 30 هو نصف طول الوتر، إذا راح يكون الـ X 4 بجذر 3. بهيك شباب بيكون خلص درسنا المخصص للمثلثين متساوي الساقين والمثلث متساوي الأضلاع. بتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا كتير لأصدقائكم.